السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ سنة تانية، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة مع بعض هنشرح في الهيستولوجي لور جي اي تي، هناخد ايه؟ هناخد السمول انتستين وهناخد اللارج انتستين. ولعلمكم الدرس ده سهل جدا 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 جدا، يعني ده اسهل حاجة هتعدي عليكم. ليه بقى؟ لان الهيستولوجيكال استراكشر بتاع السمول انتستين يعني هو الهيستولوجيكال استراكشر ده حاجة واحدة، تمام؟ بس مثلا يعني هقول لك زود في الحتة دي حاجة وغيرها في الحتة التانية، شيل الحته من هنا، فاهم؟ فهو هيستولوجيكال ستراكشر واحد وانت بتغير فيه، تمام؟ ده غير اصلا الدرس يعني حلو وممتع، تمام؟ وهقعد اعد لك كتير 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 قوي بحيث ان انت تحفظ المعلومه، وبحيث برضو ان انا ما اطولش الفيديو، تمام؟ انت باذن الله هتطلع بعد الحصه يعني ان شاء الله او المحاضره ديت حافظ الدرس زي اسمك ان شاء الله. هيحتاج بس ان انت تبص على حاجه بسيطه يعني، وغير الاسئله اللي هنزلها لكم ان شاء الله بعد المحاضره. هقول لك مثلا ركز في الحته دي، في ام سي كيو، في مش عارف ايه الاسئله المهمه يعني، تمام؟ طيب بسم الله نبدا بقى، بسم الله عشان ما نطولش. طيب ده حديث قدسي، حديث قدسي يعني ده الحديث اللي ربنا بيرويه عن نفسه، تمام؟ يعني مش مثلا حديث متواتر مثلا يعني عن ابي هريره رضي الله عنه، لا ده حديث قدسي يعني ربنا اللي بيحكيه عن نفسه، تمام؟ فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خوفني في الدنيا أمنته يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني لا تأمن عقوبة الله في الدنيا، فاهم؟ يعني ما تعملش المعاصي دون استشعار عظمة الله، تمام؟ يعني يا عم عدي، ده ربنا رحيم مش عارف إيه، ربنا كريم هيدخلنا كلنا الجنة، فأنت كده يعني أمنت ربنا سبحانه وتعالى، فاهم؟ يعني ده سوء أدب مع الله. على العكس بقى، اللي يخاف من ربنا في الدنيا ويطيع ربنا ويعني يحاول يبعد عن المعاصي قدر المستطاع، ربنا هيأمنه يوم القيامة. طبيعي يا حبيبي، ما هو الجزاء من جنس العمل، تمام؟ طيب تعالى كده دي مقدمة بسيطة، نتوكل على الله. بسم الله نبدأ بقى ايه، نشرح اللور هيستولوجيكال ستراكشر اوف الجي اي تي. طيب ده اللور جي اي تي، تمام؟ عندي الهيستولوجيكال ستراكشر، هتكلم على السمول انتستين وهتكلم على اللارج انتستين، تمام؟ هتكلم على السمول انتستين، وبعد السمول انتستين هتكلم على اللارج انتستين. طيب هاخد ايه في السمول انتستين وهدرس ايه في اللارج انتستين؟ طيب انا هتكلم اول حاجه على السمول انتستين، هدرس الميكوزا، تمام؟ انا عندي الميكوزا، والميكوزا عندي بتتكون من عندي من ايبيثيليوم وعندي لامنا بروبليا، كده ايه الايبيثيليوم خلص، تمام؟ اللي هو الميكوزا، الميكوزا عندي ايبيثيليوم عندي لامنا بروبليا. تعالى بقى بعد كده عندك الساب ميكوزا والماسكولوزا والسيروزا، دول الطبقات اللي انا هتكلم عليها في كل حاجه بقى، سواء في السمول انتستين هتكلم في الديودينام في الديوجنام في الاليوم، وكذلك نفس الكلام في اللارج انتستين. الفروقات بقى بسيطه اللي انا هقول لك عليها بقى، تمام؟ قال لك بقى هنا اتكلم لك على السيروزا، فقال لك ايه السيروزا؟ السيروزا او الادفنتيشيا ده الابيثيليال اللي بيكفرنج الانتستين بالله، ده من بره يعني، تمام؟ ده مثلا يعني ده حته بيقول لك ايه، انا عندي ابيثيليال بيكفر الانتستين بالله، وهعرف ايه الانتستين بالله دلوقتي، واللي هي الخلايا ديت. يعني انا عندي الابيثيليوم ده بيكون متحوط بالخلايا دي، عليه الخليه الابزوربتيف كلها بنرسلها، هندرسها ال ال ام والاي ام والجوبلت سيل والانتيرو انتوكراين سيل، تمام؟ وعندي ابيثيليا سيل بيكون في الكريبت، في الكريبت، تمام؟ بيكون عليه ايه؟ بيكون على الاندفرنشيت ستيم سيل، وعنده البانيت سيل، وعنده الام سيل والابزوربتيف سيل والجوبلت سيل والاندوكراين سيل. ايه بقى الفيلاي وايه بقى الكريبت دي؟ هنعرفها دلوقتي، تمام؟ بعد كده عندي بقى اللارج انتستين، هنوصل لها بعدين ان شاء الله، هناخد الابندكس والكولن والريكتم والانال كمان. طيب تعالى بقى ايه، هنبدا بقى عشان نرسم رسمه. انا اقول لك بقى ايه الكلام الكبير ده، يعني انت عندك السمول انتستين، تمام؟ يعني سبحان الله سبحان الله، ايه بقى اللي بيحصل؟ انت عندك السمول انتستين ديت عباره عن 6 متر، انت فرضت لي السمول انتستين، تمام؟ هتلاقيها 6 متر، حلو الكلام؟ طيب قال لك بقى ان ال 6 متر بتوع السمول انتستين دي بقى لو فردتها بقى هتلاقي ان طولها 600 متر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ازاي؟ ازاي ال 6 متر بتوع الانتستين لو فردتها يوصل 600 متر؟ 600 متر ده رقم كبير، تمام؟ قال لك بقى ربنا سبحانه وتعالى عامل ايه؟ بص يا دكتور، انا لو جيت خدت جيت خدت كده في اليومن، اليومن بتاع السمول انتستين، تمام؟ انا عندي ده كده المفروض بقى من جوه، لا هو بقى مش من جوه كده،
بيكون متبطن كده. لا قال لك انت هتلاقي الحته دي مثلا ايه، تيجي عامله كده عامله فولد، والحته دي عامله فولد، ودي دي كده تيجي عامله فولد. تمام. الفولد الحته ديت بقى اسمها ايه؟ ده اسمه فولداي، اللي هو عباره عن ايه، عباره عن الابيثيليوم بيروح زي يزق الحته ديت كده ويدخل فيها. تمام. ده اول حاجه. تمام. دي اسمها ايه؟ دي اسمها البلايكا سيركولاريز. تمام. والحركه ديت بتزود لك تقريبا بتزود السيرفس بتاع 3 مرات. تمام. ده اول حاجه اللي هي البلايكا سيركولاريز. وقال لك بقى عندك حاجه اسمها الفولاي اللي احنا اتكلمنا عنها ورا، اللي هنقولها قدام، والكريبت. ايه بقى الفولاي والكريبت؟ بص يا دكتور، يعني لو جيت كده بص اهو، ده السطح كده تمام، وطلعت فوق، ده بتاع الابيثيليوم. تمام. الحته دي اسمها ايه؟ فولاي. ان انا طلعت فوق على السطح ده اسمه فولاي، دي كده ده فولاي. طب وجيت بقى نزلت تحت كده، ده كريبت. حلو الكلام. تمام. يعني ايه برضو؟ يعني ايه فولاي وكريبت؟ قال لك ان انت لما دخلت بقى بالفولاي، يعني انا عندك السطح كده دخلت بقى ايه، احنا عملنا فولاي 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 فولاي. تمام. وبقى الكريبت، جيت بقى بالكريبت، الكريبت بقى جيت مثلا عملت ايه عكسها كده، كريبت 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 كريبت. ايه بقى يعني ايه اللي حصل عندي؟ قال لك بقى ان حركه السيرفيس، قلنا البلاكا سيركولاريز بتزود تقريبا 3 مرات. طب والفولاي؟ قال لك لا، ده بتزود السيرفيس تقريبا بتاع 10 مرات. طب والكريبت؟ قال لك بتزوده بتاع 30 مره. تمام. يعني ده كله مقدمه، لسه ما شرحتش حاجه، انا بفرد لك فرشه وبعد كده ايه هنتكلم. طيب ده بقى ايه، تعال نخش بقى نبدا هتكلم بقى. اول حاجه عندي الميكوزا. تمام. ايه بقى الميكوزا دي؟ قال لك الميكوزا دي يا دكتور، بص على كده، احنا قلنا الميكوزا عندي بتتكون من ابيثيليوم ولامنا بروبليا. تمام. لو جيت مثلا عملت لك كده، ادي الفولاي، تعال نتكلم على الفولاي. تمام. قال لك ان الفولاي ديت بقى ايه، قال لك الفولاي ديت عليها من بره هنا في عندك خلايا، عندي هنا اهي، عندي خلايا هنا، عندي خلايا هنا، خلايا هنا. تمام. ايه بقى انواع الخلايا اللي هنا؟ خلايا خلايا دي كلها كده خلايا. فالخلايا ديت بقى عندي انواع. تمام. في عندي الكولومنر ابزوربتيف سيل، ودي من شكلها ومن اسمها باين هي كولومنر. تمام. وفي عندك بقى حاجه في عندك الجوبلت سيل، الجوبلت ديت اللي بتطلع مخاط، سكريشن اوف الميوكويد سكريشن. تمام. وعندي برضو الانتيرو اندوكراين سيل. تمام. انا كده عملت ايه، انا كتبت اول حاجه الميكوزا، وبعدين عملت الابيثيليوم، ده كده ده ابيثيليوم كده. تمام. طيب اللامنا بروبريا بقى، دي اللامنا بروبريا، جيت كده نقط نقط نقط، اللامنا بروبريا، اللامنا بروبريا كده عباره عن نقط 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 كده، اللامنا بروبريا. يبقى انا كتبت الابيثيليوم واللامنا بروبريا. تمام. وبعد كده الميكوزا اهي، يعني ايه، بص بص يا دكتور، انا كده كتبت الميكوزا، حطيت الابيثيليوم، ونوع الابيثيليوم بقى ايه؟ نوع الابيثيليوم هنا كولومنر. بص يعني تعال هنا، تمام. فقلنا ايه، فقلنا مثلا هنا ايه، بدانا عندي الفلاي هنا، انا جيت عملت دي كده فلاي. تمام. دي فلاي، وحواليها ديت خلايا، الخلايا ديت كولومنر، فاسمها كولومنر ابزوربتيف سيل. عندي برضو ايه، عندي حاجه اسمها الجوبلت سيل، الجوبلت سيل ديت الخلايا بسكيت ميوكوس. تمام. بص هرسمها بشكل احسن من كده، بص انا دلوقتي انا بتكلم على الفلاي. تمام. بص الفلاي جيت كده، فلاي اهي، حلو الكلام، ادي فولاي. جيت بقى جيت ارسم لك بقى الخلايا اللي عليها، كولومنر ابزوربتيف سيل. تمام. دي بقى عندي بقى في خلايا بتروح جايه كده، جين جين كده اهو، عامل كده اهو زي الايس كريم. دي اسمها بقى ايه؟ دول جوبلت سيل. عندي برضو كولومنر ابزوربتيف سيل، كولومنر ابزوربتيف سيل. تمام. عندي انتيرو انتوكراين سيل. تمام. عندي خلايا على الفولاي. طيب بعد كده بقى ايه، قال لك برضو ان الفولاي ديت عباره عن ايه، يعني ايه اللي جوه هنا؟ قال لك اللي موجود هنا هتلاقي فيه ايه، في سموث ماسل،
هتلاقي فيه هنا، هتلاقي فيه سموث ماسل، هتلاقي فيه كونكتيف تيشو فايبر، هتلاقي فيه كابيلاري، هتلاقي فيه لينف فيزلز. تمام، ديت انا كده خلصت الفلاي. تمام، يبقى عيد الفلاي تاني. الفلاي ديت عباره عن ايه؟ قلت الفلاي ديت عباره عن بروجيكشن طالع كده، فينجر لايك بروجيكشن. هدخل جواها هلاقي ان انا عندي سموث ماسل، هلاقي عندي كونكتيف تيشو فايبر، هلاقي فيه كابيلاري، هلاقي فيه لينف فيزلز. تمام. طب تعالى بقى نشوف اللايرز اللي احنا قلنا عليها. قلنا ان انا عندي اول حاجه عندي الميكوزا. الميكوزا ديت بتتكون عندي من الابيثيليوم، ونوع الابيثيليوم اللي انا قلت ان انا عندي عندي كلها من الابزوربتيف، عندي كل عندي اسمه ده، اللهم صل على النبي. النوع نوع الابيثيليوم هو عباره عن سيمبل كولامنر سيل. تمام، بعد كده اتكلمت عن لامنا بروبريا. تمام، قلت اللامنا بروبريا ديت عباره عن كونكتيف تيشو ماسل والكلام ده كله. بعد كده بقى يخش على الميكوزا، بعدين الماسكولوزا. تمام، طيب الماسكولوزا ديت عباره عن ايه؟ الماسكولوزا ثابته في كله، ان انا عندي انر سيركولار ماسل واوتر لونجيتودينال. تمام، لحد لما اوصل بقى للارج انتستين. تمام، طيب اوريك الكلام ده احسن بسرعه احسن يعني. بص بص كده يا دكتور، الله الله، شوف شايف شايف الجمال ده. بص هاجي اول حاجه هتكلم على الميكوزا. تمام، وهنا قال لك ده هو خط كات سيكشن عشان يوريك الفلاي دي هنا. تمام، تعال بقى ايه، شوف بقى الفلاي اهي. تمام، ايه اللي بقى الموجود؟ قال لك ديت عباره عن ابزوربتيف كلها من نرسل. تمام، ده نوع من الخلايا، والخلايا بقى ديت الجوبلت سيل اللي بتسكريت الميوكس. تمام، فلاي ديت عباره عن فلاي فلاي. تمام، وقال لك ان الفلاي ديت عامله زي الليف لايك شيب، شبه ورقه الشجر. تمام، طيب اهو شبه ورقه الشجر. تمام، يبقى كده الميكوزا. تمام، ميكوزا واللامنا بروبريا. اللامنا بروبريا هو الحاجات اللي جوه دي. تمام، اللامنا بروبريا ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ قال لك سموس ماسل، كونكتيف تيشو فايبر، كابيلاري، لينف فيزلز. تمام، وهعرفك دلوقتي ايه الفرق يعني، بس دي استنى عليا. تعالى هنا ايه؟ سب ميكوزا. عندي ايه في سب ميكوزا؟ قال لك في حاجه اسمها برانرز جلاند. برانرز جلاند هقول لك عليها دلوقتي، بس سيبك منها دلوقتي. قال لك في عندك كونكتيف تيشو وعندك بلود فيزل في سب ميكوزا. تمام، بعدين عندي الماسكولوزا انر سيركولار اوتر لونجيتودينال، ده ثابته في كله. تمام، لحد لما نوصل الى لارج انتستين. وعندي الادفنتيشيا ديت عباره عن ايه؟ عباره عن كونكتيف تيشو واديبوز. تمام، فاجي الم الموضوع تاني اقول لك الميكوزا. الميكوزا عندي بتتكون من ايه؟ بتتكون من ابيثيليوم ولامنا بروبريا. الابيثيليوم ده كان عباره عن ايه؟ سيمبل كولامنر ابيثيليوم، واللامنا بروبريا لامنا بروبريا. تقول بقى اللامنا بروبريا، بعد كده بقى هتقول ايه؟ هتخش بقى على السب ميكوزا. السب ميكوزا بقى تقول في كونكتيف تيشو و كونكتيف تيشو بلاد فيزل. طيب بعد كده بقى الماسكولوزا ان سيركولار او لونجيتودينال، والادفنتيشن عباره عن كونكتيف تيشو واديبوز. تمام، طيب ايه بقى الفرق اللي انا قلته؟ هقوله بقى في الفرق بين كل حاجه وحاجه. قال لك انت لو جيت للديودينم، لو جيت للديودينال حاجه اسمها البارنز جلاند، هي دي 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 ودي 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 ده كله ماشي. طب انا رزق جلاند ديت موجوده، بس موجوده في الديودينم. طب في الاليوم؟ قال لك في الاليوم هتلاقي في حاجه اسمها البيرز باتشز. تمام، طب في جوجنم؟ قال لك لا، ما فيش لا دي ولا دي. تمام، يعني دلوقتي دي صوت الديودينم، خش على الصوره بعدها دي جوجنم. تمام، ايه بقى الكلام في جوجنم؟ نفس الكلام، باللاي 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 باللاي. الخلايا الموجوده عندي، موجوده عندي سيمبل، عندي ابزوربت كولامنر سيل. تمام، عندي جوبلت سيل، في عندي برضو الانتيرون دوكراين سيل، نفس الكلام. تمام، تعالى بقى بعد كده خش بقى على لامنا بروبريا. تمام، بعد اللامنا بروبريا سب ميكوزا، عندي في سب ميكوزا، في عندي في سب ميكوزا بلاد فيزل وكونكتيف تيشو. تمام، الماسكيولوزا انر سيركل انتر لونجيتودينال. تمام، ايه بقى الجوجنم؟ هي ما قالش يعني، ما عندكش مثلا بارنز جلاند، ما عندكش بيرز باتشز. تمام، لان الجوجنم ما فيهاش حاجه. تمام، طيب السيروزا قلنا برضو عباره عن بلاد، عباره عن بلاد فيزل كونكتيف تيشو اديبوز تيشو. تمام، طيب ده الجوجن، نفس الكلام، نفس كل حاجه. طيب بعد كده بقى ايه؟ بعد كده بقى لو رحت على الاليوم هتلاقي نفس الكلام، بس في فرق بسيط. تمام، بس قبل ما نروح بقى لملك الدنيا، عندي ميكوزا، عندي سب ميكوزا، ماسكولوزا، ادفنتيشيا. تمام، تمام، ميكوزا عندي ابيثيليوم، قلت نوع الابيثيليوم في السمول انتستين سيمبل كولامنر سيل. تمام، تمام، قال لك برده كان بيقول، وعندي لامنا بروبريا. كان قال لك بقى شكل الفلاي بقى ايه؟ شكل الفلاي عندي كان هناك في ال، كان عندي شكل الفلاي
في الديو دي لو كان عامل زي ورق الشجره، بينما هنا الشكل بتاع الفيلاي قالك ان هو عامل زي الفينجر لايك بروجيكشن، عامل زي الصوابع. لما كمان سلايد ان شاء الله لما ناخد الاليوم هنلاقي ان شكلها عامل زي كلاب شيب. تمام، طيب ده كده خلاص الميكوزا. طب السب ميكوزا بلاد فيزل اند كونكتيف تيشو. طب الماسكيولوزا ثابته انر سيركولار اوتر لونجيتودينال. ادفنتيشيا قال لك اديبوز اديبوز كونكتيف تيشو بلاد فيزل، نفس الكلام ده جيجنا. تعال بقى خش بقى الاليوم واقول لك الفرق الموجود فيها. تعال بقى نفس الكلام، ميكوزا سب ميكوزا ماسكيولوزا ادفنتيش. تمام، الميكوزا قال لك بقى ان هي ايه، قال لك سيمبل كولامنر ابيثيليا، نفس الكلام في لامينا بروبري، لامينا بروبري اهي تمام، لامينا بروبري متوزعه. تمام، لو سالك قلنا لو سالك الفلاي ديت موجود ايه جوه الفلاي، هتقول له ان هو موجود فيها سموث ماسل، في كونكتيف تيشو، في فايبر، في كابيلاري، في لينف فيزلز. تمام ماشي كده الميكوزا خلصت. السب ميكوزا عباره عن ايه؟ عباره عن بلاد فيزل اند كونكتيف تيشو. طيب الماسكيولوزا، الماسكيولوزا انر سيركل اوت لونجيتودينال، والادفنتيشيا اديبوزا بلاد فيزل كونكتيف تيشو. تمام، شوف بقى هنا بقى الفرق في الاليوم البيرس باتشز. تمام بص كده صديقي، بص الاشكال الجامده دي، الاشكال الحلوه دي، الدوائر والبتاع الازرق ده، ادي ودي 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 دي كلها ايه، هي عباره عن بيرس باتشز. تمام، بيرس باتشز بتكون موجوده في السب ميكوزا، زي برضو مكان البنرز جلاند موجوده في السب ميكوزا في الديودينم، نفس الكلام اهي. يعني انت بص خدت ميكوزا، خدنا اصلا ميكوزا، تعالى بقى ده عباره عن الليمفويد اجريجيشن، يعني تجمع من الليمفويد هو اللي بيعمل لك البيرز باتشز. السب ميكوزا قلنا عباره عن كونكتيف تيشو، عباره عن كونكتيف تيشو، عباره عن بلاد فيزل. تمام، ماسكولار اكسترن انر سيركلر او انتر لونجيتودينال. تمام، السروزا نفس الكلام، هتقول ان هو عباره عن ايه، بلاد فيزل كونكتيف تيشو اديبوز. تمام طيب هوريك برضو صور تاني، بص لحد لما تحفظها. تمام، ما هو ايه، ما هو هنا انت بص، ده السمول انتستين اهو اليومن. بص بقى ده ايه، ده الفلاي اللي انا اتكلمت عليها، شوف الفلاي، هي دي الفلاي. الفلاي بقى ده هنا، ده عباره ده فاسكولار كور من البلاد فيزل. تمام اهو ده السب ميكوزا كور بلاد فيزل، قلنا موجود فيه ايه، قلنا موجود فيه سموث ماسل، موجود فيه كونكتيف تيشو، موجود فيه كابيلير، موجود فيه لين فيزل. بص تعالى هنا برضو نفس شوف الفلاي، الفلاي كده بتطلع الفلاي، بينما الناس تحت ده كريبت، يعني احنا اهو ده الفيزل، ده الفلاي اهي، الناس تحت ده كريبت، فهو يبان هو داخل لجوه كده، شوف الصوره من جنب ده كريبت، بينما الحاجات اللي طالعه دي كلها ايه، دي كلها فلاي، نفس اليومن فيرسمون تيس الفلاي طالع كده، طالع نزلت هنا ده الكريبت. تمام، على الفلاي ديت موجود بقى ايه، موجود عند الخلايا، عندي بقى ايه، عندي جوبلت سيل، عندي انتيرو اندوكراين سيل، عندي اللهم صل على النبي ابزوربتيف كولامنر سيل. تمام، خش بقى بص نفس الكلام، شوف الميكوزا، ميكوزا ايه بقى عند الفلاي، بص كلها صور جميله اهي، الفلاي اهي فاسكولار كور اهو، ده عندي البلاد فيزل اهو. تمام، اتكلمنا بقى دي لامنا بروبريا ايبيثيليوم، اللي هنا في الميكوزا، ميكوزا قلنا ايه، في عندي لامنا بروبريا، في عندي ايبيثيليوم وعندي ايه لامنا بروبريا. تمام بص هنا ده الفلاي، جايب لك صوره بالميكروسكوب. تمام، اللي هنا ايه، دي جروبت سيل، وديت عباره عن لامينا بروبريا في اللاي في اللاي في اللاي في اللاي في اللاي، دي كلها في اللاي في الميكوزا. تمام، خش بقى بعد كده ايه على السب ميكو بتاع الميكوزا. تمام، شوف بقى ايه، شوف الابيثيليوم، قلنا الابيثيليوم هو عباره عن سيبل كولامنا ابزوربتيف ابيثيليوم. تمام، قلت بقى قلت برضو ان هو ايه، في عندي سريتد بوردر وذ المايكرو فولاي، في جوبلت سيل، في انتسانال جلاند. يعني ايه، بص رسمنا كده الفلاي، دي الفلاي اهي، وعندي هنا في خلايا 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 خلايا. تمام، وفي هنا من فوق كده في دي حاجه اسمها الميكروفلاي، ميكروفلاي كده موجود على السطح كده من فوق، ميكروفلاي ميكروفلاي ميكروفلاي. تمام طيب، اللامنا بروبريا بقى قلت ايه موجود في اللامنا بروبريا، قول بقى في بلاد فيزل، في نيرف فايبر، في لينف تشانل. تمام، وهتقول بقى ايه، هتقول بقى لو هتقول بارز باتشز ديت لايه، لو عندك الاليوم، لو هتكلم على الاليوم، لو هتكلم على الديودينم بارز الان. تمام طيب، لو هتكلم في الجيجنم لا مفيش حاجه معينه. تمام، تعال بقى للماسكيلاريز انا سيركلر انتر لونجيتودينال الماسكيلاريز ميكوزا. تمام، ده بالنسبه للميكوزا، يبقى نقولها تاني، تعال البسيليا، البسيليا عباره عن سيمبل كولامنر ابيثيليوم. تمام، وهقول ان انا عندي براش بوردر مايكرو فولاي. تمام، في برضو في عندي جوبلت سيل، في عندي انتسانا جلاند
لامينا بروبريا، هقول البلاد فيزل، في عندي نيرف فايبر، في عندي الليمفاتيك شانل والليمفاتيك نيديول، وهقول الحاجه المميزه لو انا في اليودرم هقول بانرز جلاند، لو انا في الاليوم هقول بيرز باتشز. تمام، ماسكولاريز ميكوزا انر سيركولار اند اوتر لونجيتودينال. تعالى بقى الساب ميكوزا، شوف الساب ميكوزا دي الفلاي، فلاي تشوف دي فلاي، فلاي صور كتير، صور كتير. تمام، ميكوزا دي الميكوزا، تمام دي الساب ميكوزا، ودي الماسكولاريز اكسترنال. تمام، ماسكولاريز ميكوزا بجيب لك صور بكل الاشكال. ده كده عبارة عن اليومين، تمام، بس هو جايب الصورة كده من الجنب. تمام، فده ده اليومين. تمام، والفلاي ده داخلة كده، دي الفلاي، الفلاي. تمام، قلنا الفلاي بتزود السيرفس تقريبا بتاع 10 مرات. طيب دي الماسكولاريز اكسترن، عندي الانر سيركولار والاوتر لونجيتودن. الميكوزا عندي الميكوزا هي تتكون من لامنا بروبريا وابيثيليا. السب ميكوزا عندي السب ميكوزا، تمام، قلنا فيها كونكتيف تيشو بلاد فيزل. الماسكولاريز ميكوزا اللي هي ديت بقى قال لك انر سيركولار واوتر لونجيتودينال. تمام، بعد كده بقى لك ادفنتيشا، برضو الادفنتيشا فيها كونكتيف تيشو بلاد فيزل وادوبوس تيشو. تمام تمام كده مش ناسيين حاجة. شوف بقى دي ايه، دي صورة ديودينال، ديودينال بيرز باتشز. تمام، قال لك كان بيقول لك في الديودرم هي الشكل بتاعها عامله زي ايه، ورق الشجر. تمام، ده كان بيقول لك ورق الشجر، بينما كان بيقول لك تمام، ففي الديودرم اصلا يعني بص دي الديودرم ميكوزا سب ميكوزا. تمام، المفروض بقى اشهر حاجه في السب ميكوزا في الديودرم دي، يعني ديت عباره، ديت عباره عن ايه، بانرز جراند دي. تمام، طيب قلنا شكل الفلاي فيها عامل ايه، قلنا شبه الليف لايك شيب، شبه ورق الشجر. طب في جوجنم شوف، شوف عامله زي فينجر لايك بروجكشن، عامله زي الصوابع. طيب في البيرز باتشز قال لك ان هي كانت عامله زي شكل الكلاب اندد كده. تمام، طيب ايه بقى اللي قلنا السب ميكوزا اللي بيفرق الديودينم من الجوجنم الاليوم، يعني دي الحاجه الكاركترستيك. بص قلنا في الديودينم ان انا عندك في طبقه السب ميكوزا ديت بقى السب ميكوزا جلاند ديت اللي هو كاتب عليها ديت عباره عن ايه، بانرز جلاند. طيب الجيجنم يعني ما فيهوش حاجه، ما فيهوش لا بيرز جلاند، لا برانرز جلاند، ولا موجود فيه بيرز باتشز. دي بقى ايه السب ميكوزا هنا في الاليوم ديت عباره عن ايه، دي عباره عن بيرز باتشز. تمام، شوف بقى الصور دي برضه، شوف بقى الصوره الحلوه دي عندك كده، دي فلوي انزي كريبت، انزي كريبت فلوي، راح جايب لك بقى الفلوي مكبره هنا، دي كلها فلوي نزل هنا كريبت. تمام، قال لك بقى ايه، قال لك ان انت عندك الفلوي دي بص في عندك سيرفيس ابزوربتيف سيل، قلنا في خلايا، قلت لك ان انت عندك الجوربت سيل اللي هي الزرقاء ديت، عندك الخضر ديت الانتيرو اندوكراين سيل، وعندك الريجينيتيف سيل ديت اللي هي الخليه الستيم سيل، وعندك البانيس سيل دي موجوده في الكريبت. تمام، فدي بقى الخلايا ديت كلها هناخدها بالتفصيل ان شاء الله، يعني هناخدها ال ام وي ام. تمام، يبقى عرفنا الفلاي، الفلاي ديت عباره عن ستراكشر شبه البروجيكشن. تمام، فقلنا ده عباره فينجر لايك بروجيكشن، فيها سموث ماسل، كونكتيف تيشو فايبر، كابيلاري، لينف فيزلز. تمام، وعليها على السطح بتاعها في براش بوردر، وفي برضو خلايا. الخلايا دي عباره عن ايه، قلنا ان في جوبلت سيل، في عندك تيرو اندوكراين سيل، في الستيم سيل، وعندك الكولامنر ابزوربتيف سيل. تمام، صور كتير كتير كتير، ابزوربتيف كولامنر ابيثيليوم، لامنا بروبريا اللي هو جوه ده الكور، لامنا بروبريا برضو كده نفس الشيء. تعال بقى الميكوزا. تمام، بص بقى يا صديقي، يعني هو مبدئيا كده اصلا يعني الكلام ده كله اصلا موجود من الداتا بتاعتكم. تمام، انا مش جايبه من عندي، جايبه من الداتا بتاعتكم، فهو يعني محدش يقلق ولا يشيل هم، كل الكلام الموجود هنا هو من الداتا. طيب نفس الكلام، يعني ده عباره ايه، ده يعني ملخص للورق، يعني هو نفس الكلام الورق. مش بص بقى ايه، بص يا دكتور، قال لك الابيثيليال لايننج. تمام، الميكوزا، الميكوزا مبدئيا كده هتكلم في الميكوزا، وبعد هتكلم على الابيثيليا، هتكلم على اللامنا بروبريا. تمام، طيب الميكوزا قال لك الابيثيليا بلايننج بالانتسانيال بلاي كفرد ويذ سيمبل كولامنر ابزوربتيف سيل. تمام، يبقى احنا عرفنا اصل الابيثيليوم بتاعها سيمبل كولامنر ابيثيليوم. حلو الكلام، حلو. قلنا في خلايا محوطاها، ايه هي يعني حلاوه، في خلايا موجوده على السطح بتاع الفلاي، الابزوربتيف سيل، الجوبلت سيل، الانتيرو اندوكراين سيل. تمام كده بالصلاه على النبي خلصنا الابيثيليوم. تمام،
هتخش بقى بعد كده على ما يسمى باللامنا بروبريا. اللامنا بروبريا قال لك ان كل فيلاي، تمام، كل فيلاز ديت اصلا يقولنا في كوم ايه لوز كونكتيف تيشو سنترال كور اوف البلاد فيزل، تمام. قال لك بقى في حاجه اسمها بلايند اندد لينف كابيلاري، تمام، يعني هي بلايند اندد يعني الشكل ده اللي هو ده ديت الفيلاي بلايند اندد كده يعني مقفوله كده من فوق كده، تمام، يعني السطح ده كله اصلا ده كله بلاد فيزل، ده كله بلاد فيزل، كل ده كله بلاد فيزل، تمام، لوز كونكتيف تيشو وبلاد فيزل، تمام كده. خلصنا بصلاة على النبي ايه الميكوز، الميكوز عندي ابيثيليا وعندي لامنا بروبل ابيثيليا، اقول هو بتغطى بالسيم بالكولامنر ابيثيليوم عليه في على السطح في خلايا، الخلايا ديت ابزوربتيف سيل، في جوبلت سيل، في انتيرو اندوكراين سيل، تمام. خش بقى بعد كده يا صديقي على ال على اقرا الحته دي الاول. بص قال لك ايه، قال لك ان البيز بتاعت الفلاي واللامنا بروبريا از اوكوبايد باي انتسانيا كريبت، الكريبت ديت قلنا ان هي الحته اللي نازله ديت، تمام، يكون بقى فيها برضو كولكتيف تيشو، فيها ليمفوسايت وبلازما سيل وايزينوفيل، تمام، والليمفاتيك نيديول فيري كومن، فيري كومن كومن كومن. ليه بقى الليمفاتيك نيديول ديت موجوده فين؟ موجوده في السابميكوزا، فالسابميكوزا بقى بيكون ايه حسب الجلاند حسب المكان بتاعته سواء كانت ديودينم او اليوم، تمام. طيب الماسكيولارز ميكوزا عندي نوعين انر سيركولار اوتر لونجيتودينال، خلص الكلام، خش على اللي بعده. سب ميكوزا نفس الكلام، ايه بقى السب ميكوزا ديت؟ قال لك السب ميكوزا ديت عباره عن لير من لوز كونكتيف تيشو، فيها بلاد فيزل، فيها نيرف اندنج، فيها نيرف فايبر، فيها ليمفاتيك، تمام. طيب قال لك بقى في حاجه اسمها الميزنرز اوتوميك بلكسس، ديت بقى اللي بتتحكم بقى في الحركه، تمام. قال لك بتحتوي على ميكوز جلاند برانرز جلاند ديت في حاله لو هي في الديودنم، تمام، او الليمفاتيك نيديول بيرز باتشز ديت لو في الاليوم. الماسكولوز قال لك ان هو انر سيركولار اوتر لونجيتودينال، تمام. قال لك في هنا البلكسس ديت بتتحكم في البريستالتيك موفمنت بتاعه الماسكولوز، تمام، صح صح معايا كده بقى. يبقى نعيد تاني، عندي ميكوزا، عندي ماسكولوزا، عندي الميكوزا بتتكون من الابيثيليوم واللامينا بروبريا، الابيثيليوم هو عباره عن كولامنا الابيثيليا سيل، واللامنا بروبريا كونكتيف تيشو ليمفاتيك بلاد فيزل، تمام، خلصناها. خش سب ميكوزا، سب ميكوزا قلنا بقى كونكتيف تيشو وبلاد فيزل والليمفاتيك اجريجيشن، الليمفاتيك اجريجيشن ده على حسب المكان بتاع حسب يعني جلاند موجوده على حسب المكان سواء ديودرم برانرز جلاند ولو اليوم هتكون بيرز باتشز. طب السب ميكوزا، السب ميكوزا قلنا ده عباره عن بلاد فيزل وكونكتيف تيشو، تمام، والسب ميكوزا بقى هتقول بقى ايه البيرز سواء كان بيرز باتشز في الاليوم او الديودينم، تمام. طيب نفس الصور، في الله يطلع والكريبت نازله، في الله يطلع والكريبت نازله، تمام، يلا من بروبري، تمام. تعالى بقى ديت الفلاي، الفلاي بقى من جوه ده ايه لامنا بروبري، تمام، السب ميكوزا المصل اللي هو الانر سيركلر والاوتر لونجيتودينال بينها لك هنا يعني، والاديبيتيشيا اللي هو الحته اللي بره الكونكتيف تيشو اللي بره والاديبوس، تمام. بص بقى يا صديقي، بص فيلاي انزل تحت كريبت، فيلاي كريبت، عندي خلايا فوق كلها من الابيثيليوم، في عندك جوبلت سيل، هتلاقي في جوبلت سيل، هتلاقي في انتيرو اندوكراين، الكلام ده كله هنجيبه ده نتكلم عليه اللي ام ويم، تمام. ده بقى الديودينوم، ايه بقى؟ طيب الديودينوم يا دكتور، قال لك في فيلاي اهي، ادي الفيلاي، تمام، الديودينوم قال لك ده برانرز جلاند، يعني ايه؟ يعني معناه ان انا طبقة فين؟ طبقة السب ميكوزا، ادي الميكوزا وادي السب ميكوزا، ومعناه برانرز جلاند يبقى دي الديودينوم، تمام، ديودينوم كوز سب ميكوزا، تمام، سب ميكوزا جلاند، المصل لاير انر سيركل اوتر لينجيتودن. خش يا عم هاي باور مجري، شوف هتحفظها زي اسمك، هاي باور فيو اوف الديودن، شوف فيلاي، تمام، انا عندي الفيلاي والابيض ده الجوبلت سيل، عندي الابزوربتيف كولومنر، تمام، والانتيرو اندوكراين سيل، الحاجات دي كلها بالظبط بتاع خمس ست شرايح هنشرحها، تمام. ادي الديودن يا عم، ديودي 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 اليوم، ايه بقى الفرق؟ انا شوف اللي قلنا قبل كده الديودن شكلها عامل زي ايه، ليف لايك شبه الشجر، تمام، الديوجنم ادي الديوجنم قلنا عامله زي ايه، فينجر لايك بروجكشن او شبه التونج شبه اللسان، دي الديوجنم كلها، تمام. الاليوم قلنا عامله زي شبه الكب، عامله زي ايه كلب،
بي ديد كلاب ايه بي ديد. اوكي تعالى بقى ايه، اللهم صل على النبي، سلام الحركة الجامدة دي. تمام الجوجن، الجوجن قال لك ايه؟ قال لك الفيلاي تانج شيب قلناها، او فينجر لايك بروجيكشن، وقال لك ابسنس اوف الفانرز جراند. ايوه ليه؟ لان ديت موجوده في الديودينم. تمام وارضه برضه جيجن ابسنس اوف بيرز باتشز. اوكي فيلاي طلع نزل بقى كريبت السب ميكوزا هنا مش فيها حاجه، لان دي جيجنم عندي ماسكولاريز اكسترنا. الاليان بقى اليان قال لك موجود لينفويد اجريجيشن، تجمع لينفويد اسمه البايرز باتش في طبقه سابيكوسا. تمام اهو ديت البايرز باتشز. فيلاي اطلع فيلاي اطلع اطلع. تمام هنا بقى قال لك ايه؟ قال لك الفيلاي هنا بقى بتبقى شورت وفينجر لايك. ماشي قلنا فينجر لايك بس هي هتبقى ايه؟ شورت، هتبقى قصيره. خلي بالكم الحاجات ديت لانها مواقع اسئله ممكن يجيك ام سي كيو عادي جدا. تمام يبقى الاليم عارف ان هو فينجر لايك بروجيكشن وشورت وشبه التانج. تمام عايز اشوف تمام تعالى بقى عاملين من الصبح، هنتكلم على الابزوربتيك فلامنا سيل، هنتكلم على الجوبلت سيل، هنتكلم على الانتيرو اندوكراين سيل. ايه بقى الحاجات دي؟ ايه الكلام ده يا معلم؟ بص يا دكتور، بص كده يا صديقي، غير القلم كده عايز اسف. يلا بقى تعالى بقى الابزوربتيك فلامنا سيل في ال ام وال ام، تعالى نرسم. قال لك من اسمها ابزوربتيك فلامنا سيل، يبقى اكيد دي ايه؟ دي خلايا كولومنر. تمام اهي خلايا كولومنر اهيت. تمام مالها بقى؟ قال لك بقى انها عندها فوق عندها براش بوردر. تمام براش بوردر كده عندها كده براش بوردر براش بوردر ده مش براش بوردر ده اللي براش بوردر يا معلم ده كده البراش بوردر يا معلم. تمام ده براش بوردر. تمام طيب وقال لك بقى ايه؟ قال لك ان هي عندها اوفال بيزل نيوكليوي، عندها بيزل اوفال نيوكليوي هنا كده. تمام ورا كده بيزل وشكلها اوفال كده بيضاوي. تمام نيوكليوي وقال لك بقى ايه؟ طب السيتوبلازم وضعه ايه؟ قال لك اسيدوفيليك، اسيدوفيليك باللون الاحمر الاسيدوفيليك اهو كده اسيدوفيليك كده. انا اتكلمت على ابزورب كرامنا سير بالايه؟ بالال ام. تمام طيب وبالاي ام بقى انا قلت ان هو اسيدوفيليك، اكتب بقى الحاجات ان هو ار اي ار، ان هو ريبوزوم، ان هو جولجي. تمام اكتب ميتوكوندريا. تمام ده كله ليه؟ لان هو اسيدوفيليك او يعني حاجات تتكتب اتباجه الار اي ار والجي والجولجي والريبوزوم. تمام طيب قالك بقى عندك الميكروفيلاي، قالك في ميكروفيلاي ار ابدنت في اليومن. ميكروفيلاي اهي كتير كتير كتير. تمام قالك الجنكشن كومبلكس بريزنت بتوين الادجسنت سيل، يعني ايه الكلام ده؟ بص يا دكتور جيت كده بالاي ام، قالك اصلا انت خدت مقطع، جيت خدت لي مقطع في الابزوربتيف كولومنر سيل كده. بص الاقي ايه؟ بص 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 دي خلايا. تمام وجنبها اصلا خليه كمان كله كده ابزوربتيف كولومنر. تمام قال لك الحته ما بينهم ده جانكشن كومبلكس. تمام فقال لك ان الجانكشن كومبلكس ده موجود بين ايه؟ بين الخلايا وبعضها. تمام هذا الجانكشن كومبلكس. تمام ف ولو كملنا جينا كملنا الرسمه ده في مايكروفيلاي، ده فعلا في مايكروفيلاي كتير. تمام طيب طيب ايه بقى الوظيفه؟ وظيفتها ايه الفانكشن بتاعتها بقى؟ قال لك بتعمل ايه؟ بتعمل قال لك الاصل في البراش بورد ديت قال لك فيها انزيمات بتفاسيليتيت عمليه الدايجيشن. تمام والابزوربشن. تمام كده الابزوربتيف كولومنر سيل. يبقى تعالى كده تاني قول لي الابزوربتيف كولومنر سيل ايه؟ هتقول ان هي عباره عن خليه تول وكولومنر والنواه بتاعتها بتكون بيز اند بتكون بيزل واوفل، وهتقول عندها براش بوردر ونوع السيتوبلازم اسيدوفيليك. طيب كلمني على الاي ام، اكتب بقى الار ار اي ار، اكتب الريبوزوم، اكتب الجولجي، اكتب ميتوكوندريا، واتكلم على الميكروفيلاي. هتقول ان هي ابدنت على اليومن سيرفيس بتكون كتيره بقى. تمام والجنكشن بتوين الخلايا هتقول ان هو ايه؟ بريزنت. تمام تعالى بقى للجوبلت سيل. لو جينا كده رسمنا الجوبلت سيل كنت راسم ايه؟ كنت راسم ان اللهم صل على النبي عندي كده قلنا في خلايا في الله كده في الله في الله.
تمام. الجوبلت بقى بتكون طالعة كده عاملة كده انفولوشن كده ويرجع لي كده. ايوه ده كده ايه، ده جوبلت سيل تمام. ولكن هي عبارة عن يوني سيلولار ميوكس جلاند، خلية اللي هي لك يوني سيلولار كده بتاع تمام. فقال لك ديت دي خلية الجوبلت سيل تمام. قال لك ده ايه، قال لك ده عبارة عن يوني سيلولار جلاند تمام. ولو جيت خدت فيها ده كده بالال ام تمام، لو جيت مثلا بالاي ام تمام، جيت عملتها كده خدت فيها قطع كده، قال لك هتلاقي فيها كده الحاجه جوا حاجات، الحاجه دي اسمها ايه، اسمها الكترون ليوسين تمام، اسمها الكترون ليوسين. ايه وظيفتها؟ قال لك ان هي بتعمل ايه، بتفاسيليتيت عمليه الفود تمام، يعني بتعمل لوبريكيشن اوف الفود، ودي وظيفه الجوبلت سيل ان هي بتسكريت ميوكوس تمام، فتسهل العمليه. يبقى تاني الجوبلت سيل، الجوبلت سيل هي عباره عن يوني سيلولار ميوكوس سكريتنج جلاند، يوني سيلولار ميوكوس سكريتنج جلاند. قال لك بقى ايه، قال لك ان هي بيحصل لها اكسبانشن لحد الميوسين، طلع الجرانيول تمام، وبتحصل ليها ديزولف في بريبريشن اوف البارافين تمام. ده كان في شابتر المايكرو تكنيك، انها بتدوب اثناء صبغه اثناء الصبغه فتبان كلير اتش اند اي تمام. قال لك بقى البيزا فاتت النيوكلاس ديبلي ستيند، عندها النوايا يعني بتكون بلات تمام. موجودة في البيس كده تمام. وقال لك بتزيد في نمبر اوف ايه ديستال اورجن، يعني وانت طالع الناحية بقى ايه بتزيد بقى نمبر اوف الايه الجوبلت سيل، عددها هيبقى كبير ليه، عشان تعمل لي لوبريكيشن اوف فود. تعالي لي بقى يا دكتور على الانتيرو اندوكراين سيل تمام. طيب قال لك بقى ايه، قال لك ان هي بص تعال نرسمها كده. قال لك لو جيت رسمت كده، صل على النبي كده، يعني بص زي الشكل العربي كده، جيت بص كده كده تمام. هنا بقى بيكون في هنا بلود فيزل، مساحة دي عشان تبقى احلى اهي تمام، معدي بقى من تحتها بلود فيزل. ليه بقى؟ ان هي بتطلع هرمون، الهرمونات دي بتوديها ايه، بتوديها لبلود فيزل على طول اهو، زي ما كان في شابتر اندوكراين بتودي بقى الهرمونز تروح ايه، تروح على البلود فيزل تمام. زي ايه مثلا؟ قال لك ان انت الجي هرمون تمام، الجي هرمون ده طالع من ال، قال لك الجي اي تي، قال لك الجي هرمون ده من الجسترين يروح لل HCL. طيب وعندك الجلوكاجون تمام، ده من ال A cell، طالع من خلية ال A cell تمام، ويروح يعمل جلايكوزيس في الليفر. ال D cell قالك سوماتوستاتين، فيعمل انهبيشن لل دنس سيل. الحاجات ديت مش مكتوبة عندكم، بس أنا يعني بقولها من باب الاحتياط يعني، فاهم، من باب المعلومة، لكن هي مش موجودة في الداتا تمام، فقلت اعرفها لكم تمام. طيب والاندوكراين سيل اسمها ديت الخليه، يعني الفانكشن بتاعتها ريسبونسبل فور ايه، سكريشن اوف الهرمون تمام. طيب تعالى بقى نراجع على الكلام ده كله تمام، تعالى نراجع على الكلام ده. بص يعني ايه نفس السلايد بس من غير تمام. الابزوربتيف كولامنر سير قلنا ان هي ديت عباره عن خليه كولامنر، والخليه الكولامنر ديت عباره عن خليه كولامنر عندها نيوكليوي، بتكون قلنا النيوكليوي بتاعتها تكون بيز، موجوده في البيز تمام، والشكل ده بتكون اوفل. قلنا ان السيتوبلازم بتاعها بيكون سيدوفيليك تمام. في براش بوردر بقى، منساش البراش بوردر، في براش بوردر تمام تمام. طيب ده بالـ LM، بالـ EM بقى اكتب اكتب رايبوزوم، اكتب ER، اكتب جولجي تمام، الكلام ده كله. طب والجوبلت سيل، الجوبلت سيل قلنا ان ديت عبارة عن، قلنا ان الجوبلت سيل ديت عبارة عن يوني سيلولار تمام. الخلية اليوني سيلولار ديت بتسكريت الميوكس، الفانكشن بتاعتها ليه بقى، اللي بتسكريت الميوكس تو فاسيلتيت عملية الايه،
فاسيليتيت عمليه الفود ابزوربشن. تمام. طيب ولو خدناها بالاي ام، لو صورناها بالاي ام قلنا هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي فيها كده 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 كده، ده الكترون ليوسين. تمام. ده الكترون ليوسين. طيب الكترون ليوسين جرانيول. طيب الانتيرو اندوكراين سيل قلنا ديت عباره عن خليه، اهي عباره عن خليه بتقوم بارسال الهرمونز الى البلود فيزلز. تمام. وضربنا امثله ان جي هرمون بيروح للجاسترين، بيروح للاتش سي ال، الاتش هرمون من الجاسترين يروح للاتش سي ال، والجلوكاجون من الاي سيل يعمل جلايكولوزيس ان ليفر، والدي سيل سوماتوستاتين يعمل انهبيشن اوف الدين سيل. تمام. تمام كده احنا خلصنا ابزوربتيف في الجوبلت والانتيرنوكراين سيل. بص بقى الخلايا اللي بعد كده، قال لك ايه يعني ايه يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ايه يعني؟ تعال مثلا الاول خليه هي الاندفرنشيتد ستيم سيل، قال لك بقى ايه؟ قال لك ان هي موجوده في البيز بتاع كل كريبت. يعني بص عندي البلاي وعندي كريبت، قال لك بقى ان الستيم سيل دي اصلا موجوده هنا. تمام. دي كده مثلا في الكريبت، يعني موجوده في الكريبت. تمام. بتعمل ايه؟ بتعمل ريجنريشن. يعني هنا انا عندي هنا خلايا زي ما قلت، وخليه هنا وخليه هنا، الخلايا موجوده على سطح الفلاي. تمام. هي موجودة على سطح الفلاي. لا يا جدعان. تمام. يبقى تروح طالعة من هنا وتعمل ريجينيشن الخلايا هنا، تطلع وتعمل ريجينيشن هنا وهنا وهنا هنا لكل الخلايا، فده الاندفرنشيت سيم سيل. فكتب لك ايه؟ قال لك ان هي موجودة في كل كريبت. تمام. قال لك الابيسيلا سيل فرنتسن دريفت فروم ات، يعني ديت الخلية الام لكل ايه؟ الخلية اصلا يعني سيم سيل. طيب تعال بقى البانل سيل. البانل سيل دي خلية عجيبة، يعني بص خلية جميلة شبه خلية الشيف سيل اللي كانت موجودة في الاستومك. ازاي الكلام ده؟ بص مبدئيا كده هي اسمها بانس، يبقى ايه؟ هي خلية بيراميدال. بانس بي مع البي، بانس تبقى ايه؟ خلية بيراميدال كده، عامل خلية بيراميدال كده. وقال لك شوف يا سبحان الله الخلية دي نصها ايه؟ نص لفوق ده بيكون اسيدوفيليك، ونص لتحت بيزو. يعني انت النص اللي فوق هتلاقيه بتلون بالاحمر. تمام. والنص اللي تحت تلاقيه بالازرق. ليه؟ لانه ايزوفيليك. تمام. اسيدوفيليك قالك بسبب حاجه اسمها الزيموجين. تمام. الجرانيول وقال لك بيزل. تمام. يبقى ده كده الشكل بتاعها. تمام. وقال لك بقى طب بالالكترو مايكروسكوب بقى اكتب بقى ار اي في بيزوفيل وفي اسيدوفيل. تمام. فاكتب بقى، اكتب ار اي ار، اكتب جولجي، اكتب ميتوكوندريا والحاجات دي، لانها بتصنع بروتين. طب ايه وظيفه الفانكشن؟ ايه الفانكشن بتاعت البانل سيل؟ قال لك انها بتطلع انتستاينال انزيم. طيب قال لك برضو ان هي موجوده اصلا، يعني البانل سيل بتكون موجوده في الكريبت. تمام. قال لك ايه برضو؟ قال لك بيراميدال كاركترستيك في ايبيكال اسيدوفيليك. قال لك البيزل بتكون بيزل بيزوفيليك، و الالكترو مايكروسكوب فيتشر اوف الاكتيف بروتين سينثيس. تمام. يبقى لاند ديفرنشيتد والبانل سيل. طيب قال لك بقى في ايه؟ في حاجه اسمها الام سيل. تمام. قالك الامثال، قالك الديت برضو من خلايا سبيشالايت بتكون موجوده في بيرز باتشز. يعني ايه؟ بص الام سيل دي اصلا لون الخلايا كده، خلايا. تمام. وادي خلايا. تمام. وعندي فوق في مايكروفولاي، مايكروفولاي، مايكروفولاي. مايكروف والله هنا على السطح السيرفس. مايكروف والله، مايكروف والله، مايكروف والله. تمام. ودي مثلا عندي دي خليه الام. تمام. تروح بقى يحصل ايه؟ يحصل انفجينيشن كده الام. انا عندي هنا ده جسم التنبين تحت، يجي بقى يا معلم يحصل لي كده انفجينيشن، تلاقي دي كده داخله كده جوه، تدخل بقى لجوه. ليه بقى؟ قال لك ان دي حاجه اسمها انتيجين ترانسبورتنج سيل، ده بينقل لك الانتيجين. تمام. قال لك بينقل لك الانتيجين، ام سيل دي بتنقل لك الانتيجين بين اللامنا بروبري والام سيل. تمام. فتلاقي الانتيجين هي بتدخل انتيجين عشان كده. تمام. فيحصل انفجينيشن، فهي ديت الام سيل. تمام. قال لك ديت عباره عن سبيشاليزد سيم سيل اوفرلاينج الفويت فوليكل اوف البيرز باتشز، يعني كده ان ايه؟ موجوده في الاليوم.
قالك موجودة numbers of membranes بتعمل بقى ايه invagination from the bits. تمام، يعني تعمل حفرة كده invagination lymphocytes basement membrane عشان تعمل ايه facilitate transit between عشان تسهل انتقال الانتيجين ما بين اللامينا بروبري او الام سيل. تمام، طيب الابزوربتيف سيل، الابزوربتيف سيل الجوبلت سيل والانتيروكراين سيل دي نفس الخلايا اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي كانت بتغطي الفلاي. يعني بص ايه الجدول قبل كده دكتور، دول حاجات موجوده في الفلاي، الفلاي موجود هنا، الابزوربتيف كلامر سيل موجود، الجوبلت سيل موجود، الانتيروكراين. طيب ده الفلاي، الكريبت بقى، الكريبت بقى موجود في الحاجات دي. تمام، موجود فيه الاندفرنشيتد البان سيل والام سيل، وفي برضو الابزوربتيف سيل والجوبلت سيل والانتيروكراين سيل. تمام، فقال لك بقى ايه، قال لك في الابزوربتيف سيل قال لك ان هي موجوده نفس في الفلاي. تمام، بس نفس الفلاي، تمام، نفس كل حاجه. الابزوربتيف دي اصلا كان شكلها عامل ازاي، خليه الابزوربتيف سيل ديت اللي قلنا خليه الابزوربتيف دي اللي كانت لمر كده عندها براش بوردر، يعني كده اهو كلها عندها البراش بوردر فوق، والساتيلايز بتاعها قلنا كان اسيدو فيليك. تمام، والنواه كانت بيز اند اوفل. تمام، واتكلمنا بقى على الاي ام، هتقول بقى الار اي ار وكل الكلام ده كله. تمام، ده الابزوربتيف والجوبلت سيل، الجوبلت سيل اللي بيحصل لي فيرج كده، وده جوبلت سيل، والجوبلت سيل اللي هتطلع لك هطلع الجوبلت عشان تي فاسيليتيت عمليه الفود ابزوربشن، والانتيرو اندوكراين سيل. تمام، واتكلم على الانتيرو اندوكراين سيل اللي قلنا ان هي ايه، بتودي الهرمون للبلاد فيزل. تمام، اتمنى تكون واضحه. طيب بقى دي مقارنه مهمه كبير، مهم جدا جدا جدا، وموضوع اسئله في جاري امتحان. ايه بقى، قالك ان انت عندك بارنز جلاند دي تبقى ايه، يبقى كده في الديودينم، والبيرس بيتشز يبقى كده ايه الاليوم. تمام، طيب قال لك بقى ايه، قال لك ان البارنز كانت دي بتكون موجوده في فيرست بارت من ديودرم. حلو الكلام، قال لك برضو ان هي ايه، قال لك ان هي تيوبيو الفيلر، قال لك ان البارنز كانت دي ايه، هي عباره عن تيوبيو قبل في جلاند كده، تيوبيول تيوبيول كده متفرعه عامل كده. تمام، ده معنى هي ايه تيوبيو افير جلاند. قال لك بقى ايه، قال لك بتفتح في البوتن اوف كريبت. تمام، بتفتح في البوتن اوف كريبت، لو اترسمت بتلاقيها انها بتوصل لحد الكريبت. تمام، وقال لك بقى انها ايه بالانس جلاند، وظيفتها انها بتطلع الالكالين سكريشن عشان تعادل اسيديتي اوف الفود. يعني انت لما تيجي كده الاستومك دي معده كده، تمام، يعني اعتبرها معده. تمام، تمام، قال لك الاكل، الاكل بقى بينزل، الاكل بيكون فيه اسيديتي بقى، ينزل 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 القايم، حاجه اسمها القايم بيكون اسيديتي. تمام، اتش سي ال بقى من المعده، فبيجي بقى بارنز جلاند اللي هو الفيرست بارت من الديودينم، يجي بقى بالالكالين سكريشن ويعادل البي اتش بتاعته. تمام، فيبقى كويس. تمام، وعندي برضو البنكرياس بيعمل نفس الوظيفه، بيطلع البي اتش الكالين فيعادل اسيديتي اوف القايم. فقال لك سكيت الكاين ميكوس عشان يحمي ديدينال بيلايننج اسيتي من اللي جاي من القايم، وبرده بيمتلي بي اتش من البي اتش برده من ايه، من البنكرياتيك. تعالى بقى ايه للبيرز باتشز، ايه بقى البيرز باتشز دي يا معلم؟ قلنا ان البيرز باتشز ده عباره عن الليفيتك اجريجيشن، بيكون موجود فين؟ موجود في الاليوم. تمام، قال لك برده بيكون موجود اوبوزيت لحته اسمها الميزنتريك اتاتشمنت. تمام، ميزنتريك اتاتش يعني ايه، بص نيجي نرسمها. بص يا دكتور، يعني ايه، عارفين الميزنتري؟ تمام، الليسر ميزنتري والجريتر ميزنتري. تمام، انا يعني لو جيت جبتها من جنب كده صورتها كفولد مثلا، جيت كده اتصورت، بص يا معلم، بص كده يا صديقي، ايوه، ورسمتها كده. انا اعتبر ان يعني البص عليها من الجنب. تمام، هلاقي بقى ايه، هلاقي ان انا عندي دي كده، تمام، ده اليومن، هلاقي بقى ماسك في الميزنت اللي هي طبقة الدهن والكلام ده، هلاقي مثلا ايه، هلاقيها من هنا،
ماسكه مثلا من هنا، هي الحته دي بتاعت المزنتري، الاقي فيه هنا ايه بيرس باتشز، تمام. مش هلاقيها هنا، مش هلاقيها هنا، مش هلاقيها هنا، ليها مثلا هنا ليه؟ لان ده المكان اللي يمسك فيه المزنتري، تمام. تخيل الصوره ان انت انسان واقف بالجنب كده وانت باصص له، تمام، من عند الليزر اومنتم والجيتر اومنتم، وانت باصص له دي كده نازله كده. طب انت بتبص من الناحيه دي، بتبص من هنا، تمام. فتلاقي مثلا دي الحته اللي عندها الميزنتري اللي يمسك فيها، فتلاقي هنا بقى هنا الايه البيرز باتشز، تمام. فهو ده معنى الكلمه ان هي بتكون موجوده اوبزيت، اوبزيت ليه؟ الميزنتريك اتاتشمنت، المكان اللي بتمسك فيه، تمام. مش قال لك انها ايه، قال لك ان هي ممكن تبقى موجوده وتمتد لحد الماسكولاريز ميكوز، او ان هي موجوده في السابيكوز، تمام، ان هي موجوده ممكن تمتد بقى، ما هي لو كبيره ممكن تنزل 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 بقى لحد ايه، هي كبيره ممكن توصل لحد الماسكولاريز ميكوزا، فتبقى ظاهر بين الماسكولاريز ميكوزا لحد ايه الساب ميكوزا في الاليوم. طيب قال لك بقى ايه، قال لك الانتسان الفلاي ده بيكون ابسنت في الاوفرلاينج وفي البيرس باتشز. يعني ايه يعني يا دكتور الفلاي؟ يعني لو جه مثلا في الفلاي كده جزء، تمام، يعني الجزء اللي مثلا اللي حصل فيه اوفرلايننج للبيرز باتشز على الفلاي، بديهي جدا ايه ان الفلاي تبقى ابسنت عادي يعني، تمام. طيب كده بعرفنا الفرق بين البيرز جلاند والبيرز باتشز. لقيتها تاني بسرعه، قلنا ان البيرز جلاند بيكون موجود في الديودينم، تمام، الفيرست بارت من الديودينم، وهنقول هو عباره عن تيبيو الفيرال جلاند، وممكن يفتح فيه البوت وبيفتح في البوتوم اوف الكريبت، تمام. والفانكشن بتاعته انه بيطلع الكاين بي اتش عشان يعادل الاسيديتي اوف الكاين. طب والبارس باتش، البارس باتش دي موجوده في الانتستين، موجوده في ال موجوده في اللهم صل على النبي، في البارس باتش دي موجوده في الاليوم، تمام. وقال لك انها بتكون موجوده بتمسك في اوبزيت للميزنتري، تمام، و تبقى كبيرة ممكن عادي تمتد الى الماسكولاريز ميكوزا. اوكي، يبقى تبقى ما بين الساب ميكوزا والماسكولاريز. الحمد لله كده خلصنا ايه، خلصنا اسمه الانتستين. فاللارج انتستين بقى يا شباب ايه اللارج انتستين؟ شوف بقى، شوف عشان ما قلت لك ان كل حاجة شبهها بس في فروقات بسيطة تبقى تصدق، تمام. شوف بقى اللارج انتستين، تمام. ايه بقى؟ قال لك ان بتتكون من ابندكس، كولون، ريكتوم، وين الكنال. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب الميكوزا بقى قال لك ايه، قال لك هنا مفيش لا بلاك سيركولاريز ولا فيلاي. فاكر لما قلنا ان انا لما جيت خدت قطع عرض كده، جيت قلت لك بدل ما هو بيكون مقفول كده يوم كامل قافل على بعضه، لا قلت لك هو بيكون فيه انفاجينيشن كده، والانفاجينيشن ده اسمه بلاك سيركولاريز. لا هنا مش موجود بقى، تمام، ولا في هنا الفيلاي، جاست الموجود هنا هو كريبتس اولد. كريبتس 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 ليه كلها موجوده كريبتس؟ عشان ديت اللارج انتستين، تمام. يعني هقول لك دلوقتي، بص يعني بص افتح الكلام ده كله، اللي انا كل اللي عايزك تعرفه ان الميكوزا فيها مايكروفولاي، فيها كريبتس، وفيها جلبة سيل بكميه كبيره، كميه كبيره ليه؟ عشان تعمل لوبريكيشن، عشان تسهل عمليه الاخراج، تمام. فده اللارج انتستين. طيب مايكروفولاي، في كريبتس، جبلت سيل. طب الساب ميكوزا نفس الكلام، فيها كونكتيف تيشو بلاد فيزي. طب الماسكولاريز اكسترنا، انر سيركلر او انتر لينجيتودينال، نفس الكلام، بس هنا بقى الزياده في لارج انتستين حته بسيطه في حته المصل. قال لك ان هي ايه، بتعمل تينيكولاي. تينيكولاي ازاي؟ يعني اللي يكون مثلا اليومن، ده اليومن، تمام. المفروض بقى لما يجي يمسك عليه يعني، بس تلاقي ماسك من هنا، يعمل الحته دي والحته دي والحته دي، مش لافف لا عليها كلها كده، لا في حته معينه، الحته دي كده اسمها تينيكولاي، دي اسمها تينيكولاي، ودي اسمها تينيكولاي، تمام. طيب والادفنتيشيا بقى عرفنا اللي هي هتعمل ابنديسيس ايفلويكا، اللي هو ايه، اللي هو انفاجينيشن كده. بص لفه واحده يعني لو كده، انا عندي الادفنتيج او السروز، حلو الكلام، بتكون ماشي كده، لا دي مش ماشي كده، دي ماشي كده وراح جاي انفاجينيشن كده. بص هو مش انفاجينيشن يعني، بص مش عنيف قوي كده، بص ماشي 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 عادي اهو،
ادي وطلعت شويه كده ورجعت. تمام، الحته دي بقى اسمها ايه؟ الحته دي اسمها ابيديز اوف بيلوبيك، اللي هو بقى ايه الموجود هنا؟ بقى موجود هنا فات سيل، دي كلها فات سيل، فات سيل. تمام، فيبان لك بقى ايه؟ يبان لك الشكل بتاعها. انت كولوم كده، لو ده كولوم، كولوم كده. تمام، يبان بقى ايه دي الانفجينيش، الحاجات دي البيبلوكي دي تبان كده اهو، تبان كده اهو، فاهم؟ هي دي الحته الايه الافرينشال اللي حصل. تمام، اللي هو بيديس في بلوبيك. وقلنا التينا كولاي ان انت عندك المصل اللي هي لونجيتيودنال مصل، لونجيتيودنال مصل مش ماسكه في كل حته، لا بتمسك في اماكن معينه، هنا هنا هنا. تمام، دي لونجيتيودنال مصل، فعملت ما يسمى بالتينا كولاي. تمام، حلو الكلام، حلو الكلام. تعالى بقى بعد كده ايه المين فانكشن، المين فانكشن بتاعت التست انها تعمل ابزوربشن اوف ووتر في الغالب. يعني انت لو ماشي كده في الشارع وجي حد قفلك كده، تعالى قالك يا دكتور ايه الفانكشن بتاعت اللارج انتس انها تمتص المياه. تمام، وبتعمل بقى تعمل بقى تطلع الويست برودكت، انها برضه تكمل عمليه الدايجيشن الكلام ده. طيب اللارج انتس نفس الكلام الموجود في السمول انتس نفس الكلام. بص بص، قال لك بقى ايه؟ قال لك الميكوزا الابيثيليال لايننج، قال لك ان هو سيمبل كولامنر ابيثيلي. حلو الكلام، وذ سيريتد بوردر في جوبيت سيل في ابزوربت الكولامنر سيل انتيرو اندوكراين سيل، نفس الكلام موجوده وكل حاجه وصليه وبتتكلم على ال ام والاي ام. تمام، ولكن لا يوجد في اللاي، قلناها لا يوجد في اللاي ولا يوجد ايه، قلنا مش موجود في اللاي ولا موجود بلاك سيركيولاريس. تمام، طيب تعالى بقى ايه اللامينا بروبري. يبقى انا عندي ميكوز، عندي الابيثيليا لايننج، عندي اللامينا بروبري، قلنا ان فيها كونكتيف تيشو وفيها ايه انتستاين كريبتس. تمام، حلو. قال لك الكريبت ديت متبطنه بلارج نمبر من الجوبلت سيل عشان قلنا يسهل العمليه. تمام، في بقى ايه، في كولامنر سيل والانتيرو انتوكراين سيل برضه موجود، السيم سيل موجود، كل الخلايا كانت موجوده في الجدول الثاني اللي تقريبا بالاخضر اللي هو موجوده في كريبتس موجوده. تمام، طب الماسكولاريز ميكوزا، الماسكولاريز ميكوزا قلنا انر سيركولار اوتر لينجيتيودنال. تمام، وقلنا بتعمل تين كولور، ده كده احنا اتكلمنا عليها. تمام، ده كريبت بقى، شوف كريبت مفيش بقى بالله، لا ده كريبت هنا ابزوربتيف سيل، الجوبلت سيل، السيم سيل، الانتروتوكراين سيل، نفس الكلام. تمام، الليمفويد فوليكل. تمام، الكريبت اهو، اللامنا بروبري، سكولارس، سب ميكوزا. كلام جميل وسهل جدا. تعالى بقى الهيستولوجيكال ستراكشر. تمام، قالك السب ميكوزا، السب ميكوزا قالك ده عباره لوز كونكتيف تيشو. تمام، نو جلاند، مفيش جلاند، قالك في سوليتري ليمف نود موجوده ممكن تمتد الى ايه الميكوزا. طب الماسكيروزا، قالك الماسكيروز انر سيركلر اوتر لينجيتودينال، الاوتر لينجيتودينال تعمل لي تينيا كواي. تمام، تجمع في ثلاث اماكن تك وتعمل لي تينيا كواي، اللي تيني ايه كواي. تمام، طيب تعالى بقى السيروزا، قلنا السيروزا ده عباره عن الاوتر لوز كونكتيف تيشو بتغطي بميزو ايبيثيليام. تمام، وقلنا ان بيجي يحصل له انفجينيشن، يحصل له كده يوسع، فالحته دي اسمها ايه؟ ابنديسيس ايبلويكا، ابنديسيس ايبلويكا. طيب شوف الصوره الجميله دي، قادر قوله. تمام، ايه نوع؟ هتكلم بقى على الميكوزا، الميكوزا تتكون من ايبيثيليام و لامينا بروبيا. الابيثيليام هنا ايه؟ سيمبل كولومنر ابيثيليوم ويز جوبلت سيل، قلنا جوبلت سيل هنا كتيره 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 قوي. طيب الماسكولاريز انا سيركل اوتر لينجيتودينال بتتجمع في ثلاث مناطق تيك تعمل لي التينيا كولاي. تمام، السابيكوز. تمام، كريبتس كلها ماسكولاريز اكسترن انا سيركل اوتر لينجيتودينال، فاهم؟ هنا متجمع في حته وتسيب حته وترجع متجمع في حته، فاهم؟ فهي دي فكره ايه التينيا كولاي. الادفنتيش اللي بره اهي، قلنا لو حصل فيها يعني دخلت كده جوه يبقى ايه دخل بسبب ايه؟ بسبب الفات سيل، فتعمل ابنديسيس البلوبي. ده القولون. تعالى بقى ايه الابندكس، في حاجه اسمها الفيلم فروم ابندكس، ده ايه بقى؟ بص يا دكتور، بص يا دكتور، قالك ان هي بلايند بريجيشن فروم الريكت، هي بلايند بقى، فاهم؟ تمام، وقالك بقى ايه؟ قالك ان هي اصلا يعني هي اليومن بتاعها اصلا ده بيحصل له ناروينج وممكن يقفل بأولد ايج، كل بقى كل ما العمر بيزيد بيقفل بقى الايه الابندكس دي. تمام،
بيحصل لها بروتيت بالايش. قالك بقى بتتكون من ميكوزا سب ميكوزا ماسكولوزا سيروزا، كلام مش جديد يعني. تمام، قال لك اللارج انتستين فيها كريبتس، بس الكريبتس بقى هتبقى شورتر، يعني في الابندكس الكريبت دي بتكون شورتر، بتكون اقصر. تمام، وقال لك فيور في النمبر، ممكن تبقى برانش، الخلايا دي ممكن تلاقيها برانش. تمام، هي يعني بتبقى اصلا كده شيك، بتلاقيها مثلا ايه كده عامله مثلا شكل واي. تمام، عامله شكل واي، فهي ايه هي برانش، هيبقى عامله ايه انفيرتد واي شيب مثلا. تمام، و اللهم صل على النبي، بيكون فيها كده 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 حته كده 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 صغير. تمام، ده الليمفويد نيدول، الليمفويد نيدول. تمام، بيكون فيها بقى ام سيل، تلاقي في ام سيل برضه في الحته دي، تلاقي انتيرو انتوكراين. تمام ماشي، قال لك السب ميكوزا والميكوزا دي انفيزيف بالليمفوسايد، الليمفوسايد اللي احنا قلناها دي. تمام، قال لك عندك الماسكولوزا بتكون تين وتتكون من انر سيركولار واوتر لينجيتودينال تين. تمام، مش تيك مثلا زي القولون، فكانت يعمل تينيا كولاي في ثلاث اماكن مثلا. قال لك سموث ماسل باندل، وقال لك نو تينيا كولاي في الاكسترنال سيلفيس، مفيش تينيا كولاي. تمام، احنا قلنا اهو مفيش تين، فمش هناك كانت اصلا في القولون كانت بيحصل ايه، بتحصل تيك تيك في ثلاث اماكن بقى. تمام، تيك في ثلاث اماكن، هنا هنا هنا، فيحصل لي بقى ايه، تبقى تيك فتعمل لي تينيا كولاي. لا هنا اصلا تين، فمش هيعمل لي تينيا كولاي. مراجعة بسرعة، لكن هي بتكون بلايندد، بيحصل لها ناروينج اند اوبليتريشن باي الاولد ايج، تتكون من كوزا سب ميكوزا وماسكيولوزا. لكن هي فيها كريبتس، بس الكريبتس ديت بتكون شورتر. تمام، وهتقول انها شكلها يعمل انفيرتد تي شيب، وانها هيحصل لها انفيلتريشن باي الليمفوسايت، والماسل بتكون تن ان سيركلر اوتر انجيتودينال ونو توني كوبول. نفس الكلام في تيشو، ده صورة للأبندكس. تمام، ده تي اس سيكشن واخد قطاع عرضي، ده الساب ميكوزا في تيشو، في تيشو، ودي من بره دي طبقة المصل، ده بقى الأبندكس. تمام، نفس الصورة اللي ورا. تمام، قال لك بقى ايه، شرح بقى من بره كده، قال لك دي طبقة السروز الأدفنتيش. تمام، زي ما هي. تمام، قال لك بقى ايه، عندك بقى في بلاد فيزل، في كونكتيف تيشو، في اديبوس. تمام، الميكوزا بقى ايه، قال لك الميكوزا هي جاية من كده من هنا من ناحية البيوم. تمام، قال لك الميكوزا في لينفريديول، في بيتيليا، في لاميا بروبريا. تمام، نفس اللي قلناه، الميكوزا بتكون من البيتيليا ولاميا بروبريا ولينفريديول. تمام، الماسكولار مرتبط المصل انر سيكولار اوتر لينجيتودينال، والمصل بتكون تن. تمام، بس كده مفيش جديد. وصلت الميكوزا فيها ايه، فيها كونكتيف تيشو، فيها بلاد فيزل. اوكي، ده الابنتكس. طيب بالنسبة للريكتم ايه بقى، قال لك ان الريكتم ده نفس اللارج انتستين، بس بقى شوف الفروقات بقى، يعني هو نفس اللارج انتستين بقى، كانت الميكوزا والسب ميكوزا والمصل والادفنتيشيا، بس الفرق قال لك بقى ايه، انك ان الكريبتس هنا بتكون لونج ولايند باي ميني جوبلت سيل. خلي بالك احنا قلنا الكريب دي بتكون في الابندكس بتكون شورت، والريكتم بيكون لونج، ديت يعني مواطن اسئله يا دكتور، فخلي بالك. تمام، طيب قال لك بقى الكوريو كونكتيف تيشو بيكون غني بالكونكتيف تيشو، ماشي، في سوليتري ليمف نود كتير. تمام، وقال لك بارشلي بريس باي فيبروزا، ده في حته السروزه. تمام، بدل السروزه لا تلاقي في حته ايه، فايبر بقى من ناحيه الريكتم. الاكسترنال سيرفيس ما فيهوش تينيكولاي، وديت قلناها. يبقى تاني الريكتم، الريكتم ده قلنا ان هو شبه اللارج انتستين، لكن الكريبتس فيه بتكون لونج وفيها بيني جوبلت سيل، وفي كوريو كونكتيف تيشو بيكون غني بالسوليتري ليمف فوليكل، والسيروزا بارشلي ريبليسد باي ايه الفيبروزا. طيب اكسترنال سيرفيس ايه، نو كولاي. لقينا الكنال بقى، قال لك ايه، قال لك ديت عباره يعني ايه، ده بيحصل كوميونيكيشن بتوين الريكتم والاكستيريور. تمام، الميكوزا بقى بتاعت الانا كانال ديت ايه، فيها كولوم اوف مورجاجني. ايه بقى الكولوم اوف مورجاجني؟ بص يا دكتور، تعمل معايا كده يا صديقي الدكتور، بص شايف الحته دي، شايف الحته دي كده، لو جيت عملتها قال لك ان هي ماشيه كده، بدل ما كان مش كده عادي، لا انت لقيت بقى في فولدس، عامل فولدس كده، في فولدس دي كده معموله عندك، اللي هي دي الفولدس دي،
الفولد ديت دي اسمها ايه؟ اسمها كولوم اوف مورجاجني. حلو الكلام. طيب الكولوم اوف مورجاجني لو جيت هنا بصيت في الحته ديت مثلا كده لوحدها وخدتها، هتلاقي ايه؟ هتلاقي في جوه في ارتري، تمام، هتلاقي في هنا ارتري، هتلاقي في فين، هتلاقي في سموث ماسل، تمام. ده ده بالنسبه ايه الكولوم اوف مورجاجني. يبقى سؤال لو جه قال لك ايه موجود في كولوم اوف مورجاجني، هتقول ارتري فين سموث ماسل، تمام. قال لك بقى التيرمينيشن بقى بتاعت الكولوم ديت، يعني ده كولوم وده كولوم وده كولوم وده كولوم وده كولوم، التيرمينيشن بتاعتهم بالنهايه ديت اسمها ايه؟ اسمها انتهاء، تمام، بكيم ترانزفيرس، تمام، وتعمل لك بلف، تمام، اسمه الايه ده؟ بلف. حلو الكلام. يعني بص يا دكتور كده احنا خلصنا ايه كنال، لينا كنال تاني. قال لك ان ديت عباره عن شورت كوميونيكيتنج بتوين الريكتوم والانا كنال، والميكوزا ديت بتلف من الانا كنال، هتلف هتعمل لي هينج وتنين فولد ديت، لما تلف تعمل لي حاجه اسمها كولوم اوف مورجاجني. كولوم اوف مورجاجني از كونسيست اوف ايه؟ ارتري فين وسموث ماسل، تمام، ويحصل لها ترمينيشن ترانسفيرز كده، او تعمل لك فالف. الفالف ده اسمه ايه؟ الانال فالف. كده خلصنا الانال كنال. قال لك بقى في حاجه اسمها الايه؟ الانوريكتال جنكشن. يعني لو جيت كده بصيت قال لك في بقى بيحصل تشينجز، بيحصل فيه شويه تغيرات ايه عند الانوريكتال جنكشن، تمام، حتى بين الريكتم والانال. ايه بقى التغيرات دي؟ قال لك مثلا ايه؟ قال لك ان انت عندك السيرفيس بدل ما هو السيرفيس زاد، مش كده بنقول ان ان هو سيمبل كولامنر، تمام، كان سيمبل كولامنر، لا هيزيد بقى، هيزيد بقى، فاهم؟ فتلاقيه بقى ايه ده السيمبل كولامنر، فتلاقيه وهو طالع ناحية بره كده، تمام، لا تلاقيه بقى ايه بقى ستراتيفايد كولامنر، وتزيد لا يبقى ستراتيفايد سكويماس، مش كولامنر، لا ده سكويماس بقى، ستراتيفايد سكويماس تان كرياتينايزد، بعدين يزيد بقى فيبقى ستراتيفايد سكويماس كرياتينايز كرياتينايز، عشان بقى طلع على الجلد خلاص بقى ناحيه بره السيرفيس، بقى ناحيه بره ده، تمام، عند الريكتا، فبقى ايبيديرمس اصلا، تمام. فايه التشنجز اللي حصلت ديت؟ قلنا الكولامنر سيل، قلنا الكولامنر سيل ديت هتبقى ايه؟ تحول الى ستراتيفايد كولامنر سيل اوف مورجاجني، تمام. وقال لك الايبيديرمس، الايبيديرمس ده عشان خلاص تحول الى ايبيديرمس، عشان خلاص بقى ناحيه الجلد، تمام. قال لك الانر اورفيس تتحول الى ايبيديرمس، هي بتاعه السكين. وقال لك ان الماسكولاريز ميكوزا ديت يحصل لها بروكن، تمام، اوف كولون اوف مورجاجن، وتختفي كولون اوف مورجاجن دي، تختفي بقى خلاص، ما بقاش في كولون اوف مورجاجن اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفولدز دي، تمام، وقلنا فيها ارتري وفين ارتري وفين وسوس ماسل والفالف هنا. قال لك بقى عند السب ميكوزا بقى، يعني السب ميكوزا الريكتم بيكين بيكين كوتينو اسمها كونكتيف تيشو كور، والانال كنال السب ميكوزا ما فيهاش كلام. طيب والانال سيكرال والاوتر لينجتيودنا يتغيروا بقى، يبقى ايه؟ يبقى تيك لير عشان يعمل لي ايه؟ يعمل لي الانترنال سفنكتر، الانترنال ان سفنكتر، تمام. طيب ده ايه بقى؟ ده تيني كولاي از بريزنت ايه؟ ده سؤال ام سي كيو شاطرين، طالما جاوبت عليه خلاص صح، سؤال سهل كده، كلكم ممتاز بعون الله، تمام، وده في اللارج انتست. طيب ده كده ان شاء الله حصه النهارده خلصت. لو في اي حاجه مش مفهومه يا ريت تبعتوا لنا، ويا ريت تعبوا الفورم، الفورم اللي هينزلوا كده تعبوه، وربنا معاكم يا رب يوفقكم وتكونوا استفدتوا وتحققوا اقصى استفاده، ربنا يوفقكم وينفع بيكم يا رب. عايزين حاجه ابعتوا للصفحه، ربنا معاكم. السلام عليكم.